أن هذا سيحدث. والآن لنذهب إلى مخبأنا لنستعد لقتال الزومبي. أجل. لينكين ماكلاود. أتمنى أنه دخلت المطعم؟ أحتاج للمرحاض. أعرف أنه للزبائن، لكن أحتاجه بشدة. إنها نهاية العالم يا كلايد. هذا القانون ليس ساريا. يبدو أن الجميع انصرفوا في عجلة. أو هاجمه بالزومبي. كلايد؟ الزومبي؟ لا يهم، سأعجل الأمر. أتذكر ما قاله الكولونيل أوستين قبل أن نستطيع إيقافه، لكننا نستطيع إبطاءه. لينكين ماكلاود. أجل، خالي من الزومبي. خذ ما تستطيع. وضعت الكثير من الجبن في مخبأنا السري. هذا منذ 5 أعوام. فليب، إنه حي. لا تحركوا. ها؟ لا شيء مجاني في متجر فليب. هل الزومبي لا أرجو هذا. فهو لديه وصفة سرية. الزومبي. كل الجبن المتيبس يا زومبي. زومبي هليكوم. بسرعة إلى المخبأ السري. بسرعة هليكوم. لقد وجدت شيئا. هنا العمدة ديفيد. لو كان أحد يصاب بالحموضة أو نقلد حركة الكولونيل أوستين. شوف أهلكم. درجة هنا وستلتحمون مخي الناجح في اختبار الرياضيات. هيا بنا. هيا بنا. اختبار بالفعل. فقد درست بجد. يجب أن أهرب من هذا الزومبي، وإلا سنقوده لعائلتنا مباشرة. بسرعة انتزع غصنا. الآن وداعا يا زومبي. زومبي بسرعة افتح باب. بسرعة. إنذب المزيد من الزومبي. زومبي بحيكم. هيا لدي فكرة. وقت التخلص من القمامة. هيا فلنذهب. لحظنا أننا تركنا ملابس في المخبأ. أجل، ليتني لم أختارها رسميا. مركز التسوق، وصلنا. زومبي. بئسًا، نسينا دوران شارع ميبل. لا، سيبدو أن عائلتنا لم تكن هناك. نستطيع منعهم من أجل. لنخاطر بكل شيء. نفذ العصير. انسى البنادق. إلى القتال اليدوي. لينكين، كلايد، أنتما تؤذيان أباءكما. قاتلهم طوال اليوم. لن تفعل. قاتلتمانا. لا. ماذا؟ كنا نحاول نصبر عليكم. فقد هبت عاصفة عاتية في الأرض. أنا العمدة ديفيس على مواطني رويال بوت الاعتماد بمركز التسوق. لدينا هيا.
إذا كل الزومبي الذين هاجمناهم كانوا أنتم؟ لا أجل تثبت ذلك. حسنا نحن أسفان حقا. إذا أين كنتما أثناء العاصفة؟ كنا نشاهد ماراثون سر بالزومبي في مخبأ إليسا السري. كذا مستحيل. وكيف عرفتما شفرتي؟ عجبا. عادة كنتما ستعاقبان للتسلل من البيت هكذا، لكنكما خضتما ما يكفي اليوم. خاض ما يكفي، وهذا الجبن الذي يكسرني. نحن آسفان جدا بشأن ذلك يا أبي. وبشأن الثلج في المتجر والأغصان في المتنزه والكمامتي في مطعم البرجر. أنا لم أذهب إلى مطعم البرجر. وكذلك أنا. وكذلك أنا. أجل برجر مشارب. إنه مهد لكن لن أتذمر. الله.